بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع أخوكم ريان أوسيم زد، أكتر جيش الحلقة الثالثة. طيب، في هالحلقة في شخص هنا ما شاء الله جايب لايكات كثير مرة في التعليقات، وبرضو الجيش مرة كويس. طيب، هيثم سويلمي يقول السلام عليكم، الجيش 20 عملاق و16 ويزرد و5 مفجر والباقي آرشرز، والمشروبات 2 ونسى يكتب هيل، أتوقع الهيل لأنه ما في شيء ثاني غيره، في البرق بس ما اتوقع بيستخدم اثنين برق، فنعتبرها اثنين هيل وواحد تسريع. هذا الجيش خرافي. كتبت الجيش المقطع اللي فات وجاني 100 لايك، هالمره نبغى 200 وجاء ما شاء الله 319 لايك. طيب، بس بتكلم قبل ما نبدا الحرب، او قبل ما وش حرب هاي، قبل ما نبدا الهجمه. هذا الجيش جهزناه لك يا هيثم. يب، هيثم 16 ويزرد 20 عملاق و5 مفجر سور والباقي ارشرز 26 صاروا، والمشروبات برضو مجهزها 2 هيل وواحد تسريع. وبرضو عندي هنا في تعزيز كلان 5 ويزرد، طلبت عشوائي وجاني 5 ويزرد، 1 2 3 4 5 6 6 ليفل 6، اتوقع انه ماكس. يب اتوقع. عموما هذه القريه ما ادري اذا صارت تغييرات من اخر مقطع كلاش، لاني جد ساحب عليها. ما اخفيكم انني سجلت مقطع لكن يعني تكلمت، عشان كذا انا ناسي، ما ادري هل تغيرت عليكم قريب ولا لا، لان سجلت مقطع في الاخير طلع الصوت خربان، وان شاء الله هذا ما يطلع الصوت خربان. سجلت المقطع اللي اقول لكم عنه من فتره، يمكن من اسبوعين كذا، 3 اسابيع، فما ادري عاد. بس هذه التغييرات اللي صارت، وش صار مثلا؟ شوفوا مثلا ويزر تاور وصلتهم كلهم 6، والارشر تاور كلهم 9 الا باقي هذا الشخص. حلو، بس خلينا نقرب عشان تشوفون افضل. ايوه كذا احسن شيء في الحياه. هذا 10، لا 9، كان 8، وصلت 9، وصلت هذا برضو 9، وهذا قاعد يشتغل 9، ما بقى له 8 ساعات، وهذا توني بادي فيه او بادي فيه من قبل كم؟ ما ادري 20 ساعة، ما ادري زيادة. هذا وصل 9 برضو، وباقي هالشخص اللطيف، يعني تقريبا باقي لنا باقي 200 ألف جولد اذا جبناها في هالهجمه. كويس ما جبناها في الهجمات الجايه. وبرضو قاعد هنا اطور هنا الجيش. اوكي لا كذا، هذا طورت العملاق ماكس بالنسبه للليفل بيت 7، كل هذول ماكس تقريبا. اللي بربريان، وبربريان كنت ساحب عليه كان ليفل 3، فطورته 4 و5، وبرضو الارشرز. فيب عموما خلونا الحين ندور عن هجمه كويسه. وتشوفون هنا مطلع البيت، انا مسوي زحمه هنا صراحه، قاعد اجرب الشيء هذا. اتوقع في واحد تهاجم قريب، شوف هجمته الظاهر هذا، لا من زمان هاجم هذا منقر منه انا، لان هنا مخفي انا ذا، لكن اعرفها ابن الذين، اعرف ايش يسوي، حطها في الزاويه. الزبده ما علينا، انا احب اطقطق كذا اللي بيجي ياخذ البيت. انا صراحه احتاج ان ياخذون البيت عشان تصير لي حمايه شيلد، ومنها اني اجمع الموارد، فخلنا طقطق عليهم بالاشياء هذه، نصلح هذه ايم. وش بعد؟ يب الكلان اسم الكلان عوم، ممكن تحاولون انكم تدخلون، لكن ما اتوقع ان بندخل احد ابد، لان صارت لي مشاكل ما ادري قلتها ولا لا، اتوقع اني قلتها في المقطع الماضي اللي ما رفع، اللي هو اذا بدينا حرب مثلا في 40 شخص، حلو نبدا حرب ما يهجمون الا 10 بس من اصل 40، الباقي اللي مفك واللي ما ادري ايش واللي ما ادري ايش. فسوينا كلان ثاني وخليت فيه 10 اشخاص بس، اللي هم اخويانا، يعني ما اتوقع احد بيدخل، 10 اشخاص بس اخويانا واللي كانوا معنا في الكلان الماضي اللي كانوا فعالين من جد. فصارين ندخل حروب، وان شاء الله يعني جربنا مره واحده وجبنا العيد وطردنا برضه، فان شاء الله المره الجايه بنبدا حرب قريب. قاعدين ندور عليها، اوكي خلنا نبداها. قلت لعبد الرحمن يبداها لكن سحب علي، فخلونا احنا نبداها بعدين نشوف. وبرضه في نفس الوقت كانوا في ناس داخلين معنا كوسم عاليه، فكل ما جينا نبحث عن حرب كلانات يدخلونا مع ناس اقوياء، فهمت كيف؟ كوسم عاليه والور ورز وين، يعني الظاهر لهم كذا 26 مره فازوا، يعني لهم في الحروب، لكن وكانوا برضو ما يهجمون، فهي عصرين بحجر انهم كانت كوسم عاليه وما يهجمون، فطردناهم. وبس خلونا نهجم الحين، طولنا كلام معليش، خلونا نبدا حرب الحين او نبدا هجمه كويسه. الجيش والله كويس، انا اشوف انه مره من افضل الجيوش، اذا تاخذ قريه 100% الجيش مره كويس. بس نبغى لنا قريه كذا كويسه فيها موارد. اوكي ايرور، طيب انا راح ارجع بعد الايرور وبدور لي قريه كويسه. بيرات باك،
اوكي واو 300,000 جولد. انا صراحه مو متاكد اني بجيب القريه كامله، لكن نقول ان شاء الله. مو كامله، انا بس ابغى الجولد بس. لو ندخل من هنا لك او من هنا، والله ما ادري ايش افضل شيء يعني، والله ما ادري. لكن خلونا ندخل، خلينا ننزل البتاع هذا، خلينا نشوف في كلان يا ما في كلان. طيب حلو، خلينا ننزلهم كلهم هنا. نزل 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 ابوهم كلهم هنا. نزل وراهم البتاع هذا، خلهم يكسرونه، بعدين ندخل معهم اثنين. لا ليش تروحون يمين؟ ايش هو؟ نزل وراهم اثنين. طيب نزل البتاعين هنا. اوكي كذا كويس، كذا كويس. نزلهم هيل 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 هيل. نعطيهم هيل الحين ولا الحين الحين ولا لا؟ اعطيهم هيل الحين. نزل وراهم الملك، الملك يا كابتن، وتعزيز الكلان وراهم برضه. نعطيهم تسريح هنا، اعطهم تسريح هنا. طيب كويس، نزل وراهم الارشرز، خليهم يدخلون جوا القريه. اوكي الارشرز كلهم جوا. اوكي قام يكسرون، قام يكسرون. والله كويس الهجمه، كويس 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 الهجمه. اوكي 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 اوكي. طيب عندنا هيل زياده، كويس انه تخلوا جوا، تخلوا جوا. لا 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 تموتوا، لا تموتوا، لا نسيت اعطيهم الهيل، نسيت اعطيهم الهيل هنا. تكفون هلتوا بسرعه. اوكي باقي مخزن يمين يا عيال. لا يا تكفون، تكفون يا الوزر، تكفون روح يمين. لا لا يرحم والديكم، قهر قهر. اوكي قهر، مات الملك. بس ابغاكم تروحون فوق، ابغاكم هنا بس، هنا بس. يا الله قهر، والله قهر، حرام والله حرام. مع انه والله شلناهم شيل. اوكي نسيت ان البيت هنا، قهر. ليت عندي واحد ارشر، بيروحون لهم الوزرد. مشكلة ان الملك جه هنا وكسر السور، لو انه ما كسر السور كان مشوا الارشرز هنا والوزرد. اوكي بناخذ البيت، اتوقع نطلع بنجمتين وشوية جولد. الظاهر جولد اخذنا 150,000 شيء زي كذا، لكن يبقى كويس. انا صراحة ليش يعني تحمست على 300,000؟ عشان اوصل 100,000 مليون و500,000 عشان اطور معكم الارشرز تاور. لكن كويس يعني، مش بطالة 150,000 او اكثر برضه. ف ناخذ بس هذه نكسر ام الهجمه. والله جيد، انا ما توقعت العمالقه كذا. اوكي جينا نجمه ثانيه و70%. اوكي خلاص كنسل، لان ما توقع بنوصل كذا. 162 والله مره 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 كويس ترى، مش شيء سيء. بس قبل ما نطلع، قبل ما نقفل اوريكم شيء بس. طيب يعني يمكن كجهز بعد هالجيش، يمكن نجهز الحين ارشرز واهجم لين اجيب البتاع هذا، عشان ما ابي احد يهجم علي ويزرفون الجولد. خليني بوريكم. اوه بدت الحرب. واو كفو كفو كفو، كويس. خلينا نشوف، شوفوا زي كذا تدرون. بس عشان ابين لكم الفكره، شوفوا الحين كم واحد معنا. بس عوبد اللي معه واللي بيته تاون هول 10، الباقيين كلهم 8 8 8 8 و7. حلو عرفت كيف؟ لكن هنا قبل في الحرب الماضيه كان اللي معنا في الكلان يمكن 3 10 3 9، فهمت كيف؟ فيجون الناس ضدنا اقوياء. شوفوا الحين مثلا انا رقمي كم؟ رقمي 5. حلو خلينا بشوف رقم 5، لو بنستعمل خاصيه ان انا اهجم على نفس رقمي. خلينا بنشوف، ممكن اجيب من هذا نجمتين، شفت كيف؟ خلينا نشوف اللي بعده. هذا اوه والله كويس ذا، هذا تقريبا افضل من اللي قبله. خلينا نشوف هذا، والله مو بسهلين يا عيال. انا بس خايف من اللي اخر ثلاثه معنا في الكلان، ما اتوقع انهم بيقدرون يجيبون على الاقل نجمه، لان جيشهم نوع ما سيء. فبس بنحاول ان شاء الله. لا هذا كويس، هذا ممكن اخر واحد في الكلان ممكن يعني يجيبه مشروبات بشويه عمالقه. يمدي يجيب من هذا 100%. عموما انا ان شاء الله الحرب هذه بنزلها في القناه، ما راح اسحب على كلاش زي قبل. وبس بوريكم شيء قبل ما ننهي، بوريكم الحروب اللي صارت. كل الحروب اللي العبها لو تشوف هنا 160 140 200,000 او 190، شوف كيف موارد. هذا كان مطلع ايش؟ ارباب حلقه. ها بالله هذا كلان. هذا كان مطلع مخزن برا. ف يلا 8 ارشرز، شوف كيف 164,000 164,000 385,000 200,000 65,000. في هجمه خرافيه، بس ما ظهرنا تحت هذه. لا وين؟ انا يوم اشوف الظاهر كان 3 دايز، فشوف ما بالكم هنا 1 داي. لان اليوم بس شوفوا شنو اليوم كم هجمت الهجمه؟ قبل 21 ساعه، 13 ساعه، 12 ساعه، 6 ساعات. فكل شوي اهجم نفس ذا ارشرز و
وش اسمه وبربريان ومفجرين، فهمت كيف؟ بس عشان اخذ موارد لاني قاعد اشتغل على القريه. يعني ممكن ان شاء الله المقطع الجاي او اللي بعده بتشوفون القريه متغير بشكل جذري، لاني بحاول اني اغير السور واتفرغ للسور. يعني لو اطور هذا الشيء خلاص ما عندي شيء اطوره. صحيح اني ما مكسته، ما خليته ماكس الارشر، لكن بشتغل عليه بعدين لاني مو مهتم الحين. خلاص 9 كافي حس وزياده، وغير ان هذا مره كافي اساسا هذا ماكس. فيب هذا كان مقطع اليوم. اكتبوا لي تحدياتكم او مو تحدياتكم، شو اسمها هي، اكتبوا لي تشكيلاتكم او جيشكم. اختر جيشي، شو فيني نسيت السلسله، اختر جيشي واختر جيشي انت يا اللي تشوف مقطع واكتبه في تحت، وان شاء الله تجيك لايكات زي هيثم 300 لايك ما شاء الله. ونشوفكم الحلقه الجايه مع